بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين بخير دايما رب. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اللي قدامنا دول جوز حمام هزازات ديول من فرخ حمامي، تمام، لابسين دبليهم. كان واخدهم مني والدي من حوالي سنة ونص او سنتين، ربنا كرمه وفرخ منهم كام جزء غليل وبعد كده ريحوا ما بقوش يشتغلوا. يعني ان تبقى تبيض بيضة واحدة مثلا، تبيض بيض يطلع مش مخصب. ففي الاخر قال لي ايه؟ قال لي خد حمامك العطال ده، انا مش عايز منك حاجة، تمام. فدلوقتي انا عندي الذكر والنتاية دول، اول ما خدتهم منه اديتهم علاج للديدان واديتهم سيلينيوم وحاجات زي كده للخصوبة، فربنا كرم وباضوا. فالبيض برضو طلع مش مخصب، يعني تمام ما شاء الله بيضت البيضتين بس طلعوا مش مخصبين. وبعديها ريحوا ما اشتغلوش لحد دلوقتي، بقى لهم حوالي شهرين ثلاثة. فانا بفكر فكرة، قولوا لي ايه رأيكم فيها. يعني انا بفكر ده الدكر اهو، تمام، دكر ما شاء الله مستوى جميل اهو، ديله ما شاء الله طالعة عريضة وما شاء الله مستوى مميز، يعني فرخي ودبلتي. فانا بفكر ان انا اخد الدكر ده واجوزه لنتاية نفاخ اجربه معاها، وبرضو نبقى طلعنا تهجين جديد من الحمام الهزاز والحمام النفاخ. لان انا عارف ان في ناس كتيره جدا من زمان نفسها تشوف التهجين ده، لان احنا حاولنا نعمله قبل كده والزغلول اللي طلع مات على طول، وكنت انا بعت النتايه الهزاز اللي كانت متجوزه ذكر نفاخ. فايه رايكم كده نفصل الذكر ده عن نتايته اللي معايا دي، تمام، عشان هي بقى لها فتره طويله جدا مش راضيه تبيض، بقى لها حوالي 3 شهور مش راضيه تبيض، ونجوز الذكر ده لنتايه نفاخ اهو، نجرب الذكر نشوف بيخصب ولا لا، ولو خصب فساعتها ممكن ان احنا نبيع الدكر شغال والنتايه كده كده نخليها تحضين، تمام. ولو طلع ما بيخصبش فهخلي الاثنين عندي قص تحضين او احاول معهم تاني بالعلاج. فايه رايكم؟ هوريكم دلوقتي عندي النوتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده اقول ما شاء الله تبارك الله. عندي هنا دي نوتي نفخات، في نتايه سيلفر اهي ونتايه ريتش ونتايه صفراء. فانا بفكر اجرب الدكر الهزاز مع النتايه الصفرة دي. ما شاء الله انت مخلصه ريش وزيفه، تمام، ولسه ما خدتش دكر. فايه رايكم لو جوزتوا النتايه النفاخ الصفرة دي ونهجنهم مع بعض ونشوف ايه اللي هيطلع منهم؟ فده اللي انا مستنيه منكم، ان شاء الله تقولوا لي في التعليقات. ولو قلتوا لي توكل على الله وهجنهم على بعض، هاخد النتايه اللي معايا اشيلها افصلها الاول منه كده حوالي 4-5 ايام واسيبه لوحده، وبعد كده اخد النتايه النفاخ الصفرة دي اجوزها له، ولما يبيضوا ان شاء الله نحضن البيض بتاعهم ونشوف الناتج اللي هيطلع من البيض هيكون ايه، تمام كده. فانا مش هعمل حاجه لما تقولوا لي في التعليقات ان شاء الله، ولو لقيت في تفاعل على الفيديو ده ان شاء الله هكمل في موضوع التهجين القص دوت مع بعض. لو لقيت مفيش تفاعل فانا كده ايه، يعني مش هستفاد حاجه من التهجين دوت. فاحنا عايزين برضو ايه ناخد راي اخواتنا المتابعين ونشوف الناس حابة ان هي تشوف التهجين دوت نعمله ولا نكبر دماغنا وما نعملش حاجة ونخلي كل حاجة زي ما هي. فمستني رأيك في التعليقات، ان شاء الله الرأي الاغلبية هو اللي هنعمل بيه بإذن الله، تمام كده يا جماعة. ما تنساش بقى تعمل لايك على الفيديو وتعمل مشاركة للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.